انا بقى مستغرب حاجه. بيراميدز كان جاي من جنوب افريقيا ماشي، وبيراميدز كان بقاله يمكن 24 ساعه او يوم ونص في الطيران، وطياره خاصه ما اعرفش طياره خاصه ازاي وجايبها من جنوب افريقيا في يوم ولا يوم ونص مش عارف، حاجه غريبه جدا. لكن هم جايين كان عندهم ماتش في الكونفدراليات خسروا فيه مع الراجل بتاع النادي بتاع جنوب افريقيا مش فاكر حتى اسمه ايه، ماروما جالانس ده اسمه مارومو، وللاسف خرجوا لانه تعادلوا هنا 1-1. وبعدين وصلوا فوجئوا بقرار ان يشاركوا في الصور، وصلوا 3 الصبح فاخدوا الاوردر والناس ملاك النادي وافقت، والحقيقه انقذوا موقف. يعني هنقعد نلف وندور ونقول جات لهم على الطبطاب، هم عايزين يلعبوا مع الاهلي فاينل ممكن يكسبوا اول لقب، كل الكلام ده رائع جدا، بس برضه للامانه هم انقذوا موقف. وللامانه حد تاني غير بيراميدز بعد اعتذار الزمالك كان الماتش مش هيبقى بالشكل والحماسي ده والقوه دي، برضه عشان نكون منصفين وياخدوا حقهم. حلو كده؟ والناس التلات روحت البيوت نامت، صحيت بالليل التلات بالليل، جريت اتمرنت، الاربع الصبح اتمرنت، وسافروا ركبوا الطياره الساعه 6 مغرب، 6 المغرب يوم الاربع، والماتش يوم الجمعه برضو الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. يعني وصلوا الامارات 9:30 10 بالليل ولا حاجه، وعلى ما راحوا الفندق وراح ما عملوا بقت 11 12 واحده، فيا دوب ناموا صحيوا راحوا اتمرنوا تمرين خفيف، ناموا صحيوا طلعوا على الماتش برضه مجهود. وبعدين الاهلي هو اللي خد الطياره وخد الحجوزات والتذاكر اللي هي بعد الماتش رجع، ومين يقدر على الاهلي؟ يعني هو في فرقه هتيجي بعد الماتش او يوم السبت الفجر، وفي فرقه هتيجي يوم الحد. الاهلي قفش التذاكر بتاعه الرجوع يوم السبت الفجر دي، حلو، وجه عشان يجهز للترجي يدي اللعيبه بتاعته يومين راحه كولر سبت وحد، وهيتمرن من بكره. يعني خدوا راحه امبارح والنهارده، هيتمرن من بكره في مختار التيتش، وبعدين الثلاث يتمرن الصبح، وبعدين ياخدوا الطياره يطلعوا على تونس ان شاء الله. مين اللي خد تذاكر الحد ولبس الموضوع ده؟ بيراميدز. هو ليه ذنب؟ لا. طب هو اللي بيحجز تذاكره؟ لا. طب هو اللي بيعمل اي حاجه؟ لا. طيب فطلب مشروع، قال لك انا عندي مباراه مع الاسماعيلي يوم الثلاث، اجلوها لي. ادي الجواب اللي بعته اهو الرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد: نهدي سيادتكم خالص اللي طبعا ليه رابطه الانديه المحترفه خالص تحيات وتمنيات رئيس واعضاء مجلس اداره نادي بيراميدز بدوام التوفيق، نرجو التكرم بتاجيل مباراه الفريق امام نادي الاسماعيلي والتي كان مقرر لها يوم الثلاثاء 9/5/23 لموعد لاحق تحدده اللجنه الموقره، وذلك نظرا لسفر الفريق وتواجدي في دولة الامارات المتحدة بعد اسناد مباراة السوبر لنا عقب الاعتذار المفاجئ لنادي الزمالك. وانقاذا للامر ولمباراة السوبر اضطر الفريق الى السفر سريعا عقب العودة مباشرة من رحلة طويلة الى جنوب افريقيا واداء المباراة في كاس الكونفدرالية الافريقية، مما تسبب في اجهاد شديد للاعبين. ايضا لاستمرار تواجد البعثة بالامارات حتى بعد غد نظرا لظروف الطيران المسؤولة عنه الشركة الراعية للمباراة بريزنتيشن، كما اننا وحتى الان لم نتسلم تذاكر العودة للقاهرة، لذا فان موعد عودة الفريق الى القاهرة غير مؤكد حتى الان، الامر الذي يشكل صعوبة شديدة في اللحاق بالمباراة. شاكرين لسيادتكم وحسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول وفر الاحترام ممدوح عيد. هات لنا بقى الرد بتاع الكابتن عامر حسين الى نادي بيراميدز لسيادة المدير التنفيذي: هطيبة وبعد، يسرنا ان نهدي السيادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وسيادتكم ارق التحيات واطيب الامنيات، املين لكم كل التوفيق، ايمان الى كتابكم الوارد الينا بتاريخ 6/5 بشان طلب تاجيل مباراة الفريق امام النادي الاسماعيلي المقرر اقامتها 9/123 على سد الدفاع الجوي. بناء على المادة 109 من لائحة ادارة المسابقات لدوري رابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم موسم 22/23 تنص على الاتي: الاندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية او الافريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التأجيل، بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة اذا كانت المباراة الافريقية او العربية خارج مصر، وتقام المباراة المحلية للنادي على ثالث يوم في حالة اقامة المباراة الافريقية او العربية داخل مصر. فقد تقرر الاعتذار عن تلبية الطلب المقدم من سيادتكم على ان تقام المباراة في الموعد المحدد لها الثلاثاء 9 مايو الساعة 7 مساء على سد دفاع الجو، وتفضلوا بقبول فاقد الاحترام عامر حسين. طيب انا من ناحية الشكل، لو انا يعني الكابتن عامر حسين هيستند لهذه المادة، اولا دي بطولة السوبر لها عربية،
ولها افريقيه. يعني قال لك الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه او الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه، وان يبقى رابع يوم يبقى خلاص تلعب. لو رابع يوم من الماتش بتاعك عربي او افريقي تلعب. يعني لو انا لعبت الجمعه وعندي بره مصر وعندي ماتش التلات اجي العب. ما تقوليش اصل الطيران رجعني لحد، الطيران رجعني الاثنين، دي قضيتك انت، انا موافق. فهو عايز يقول له يعني انت لعبت الجمعه تيجي تلعب التلات، لكن الطيران انا ماليش علاقه بيه. ده الحاج عامر عايز يقوله، اولا ده مش ماتش عربي ولا افريقي، ده سوبر مصر يا حاج عامر. يعني ده سوبر مصر يا جماعه. اه والله اهو عربي وافريقي. انا قعدت اقول سوبر عربي وافريقي، قعدت يعني اقول هو ده سوبر عربي، هو سوبر افريقي، هو سوبر مصري. فحتى نص الماده لا ينطبق على المباراه، لكن خليني اخد روح المادة. حلو كده، انا راجل منحاز للحاج عامر صاحبي، هنحاز له. خلاص يا عم، ما خدش باله من الشكل ان ملهاش علاقة بطولة عربية وافريقية، لكن صاحبي بقى وحميله. فخليني اخد روح المادة، ان ما يكون الماتش بره وعندك رابع يوم الماتش اللي هنا تلعب، ماليش دعوة يا باشا بالطيران. موافق جدا، لكن هو بيراميدز اللي بيحجز الطيران يا حاج عامر؟ هو بيراميدز ماله؟ الكلام ده لما اكون انا اللي مسافر وانا اللي مأمن نفسي وانا اللي بحجز طيراني، فلما الجهاز الاداري عندي يغلط اكسره وادغدغه واقول له ما ينفعش وامشي الواد، انت ازاي ترجعني يوم الاحد؟ لكن لما اكون انا مش حاجز التذاكر والتذاكر ما وصلتوش لغايه ما بعت الجواب وراجعين يوم الاحد وكل البلابلاهات دي، طب هو ده اتحاد الكوره اللي المسؤول، ده المباراه بينظمها اتحاد الكوره والشركه الراعي برزنتيشن مع الناس بتاعت الامارات. فبيراميدز ماله يعني؟ بيراميدز هنا ماله؟ انقذ موقف اه، ولولا بيراميدز حد تاني بعد اعتذار الزمالك، الزمالك طبعا مع الاهلي مباراه في حته تانيه، بس تحت الحته تانيه ده بحته صغننه لما يكون بيراميدز طرف. اي حد تاني ما كانتش هتبقى كده بالسخونه دي بصراحه. انقذ اه انقذ موقف. طب الراجل الناس بتقول لك طب يعني طب يا عم موافق العب، بس ارجع الجمعه بعد الماتش وارجع السبت الصبح. لكن انا راجع من جنوب افريقيا تاخدني على كده غرتله واجري يوم الاربعاء بالليل اوصل الامارات عشان اريح الخميس والعب الجمعه، وبعدين ارجع الحد متاخر فالعب اريح الاثنين العب الثلاث مع الاسماعيلي، ايه ده يا جماعه؟ في دي بيراميدز معها حق.